الدول المتقدمة عشان ما جدا نبدأش بداية صفرية اللي قال عليها دكتور بالظبط، أيمن. انه هم مظلومين في هذه الاستعلامات لان هم غير مسلحين ولا بالمعلومة ولا بالمادة. لان لما ازاي؟ نشوف النهاردة العالم تطور، كل الحكومات اللي في العالم عندها مكتب تسويق سياسي داخلي وخارجي، مصر ما فيهاش مكتب تسويق سياسي، لان ده المطبخ، دي بتبقى شركات بس ده عالية. بيدفع فيه فلوس كتير قوي عشان يتعمل ملهاش حل، مكتب تسويق سياسي. ملهاش حل تاني غير كده. انا بقول لك ملهاش حل. طب ما احنا عندنا مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات. لا 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 لا، دي انت حاجة لازم تانية. طب كده تجيبي كده كده مش هنزود الفلوس اللي الدولة ان المفروض شاء الله تدفعها. تزيد. يعني انا بتكلم، احنا اصل العالم تطور. كان زمان دايما التسويق كان بيعتبر منتج، صابون، عربية، طيارة، لحد في الستينات لما كندي في امريكا غير المفهوم ده، ابتدى يسوق السياسات الدوله. فبقى النهارده الخبراء في هذا المجال زي الدكاتره بقوا ناس محترمين جدا ومعروفين عالميا اسم بالاسم. فدي شركات لازم نتعاقد معاها، تيجي في مصر يبقى ليها شريك مصري وتعمل برنامج تسويق سياسي داخلي، لان لازم بيع السياسات الحكوميه برضو للشعب المصري ما بتتباعش. لان في انجازات كتير قوي اتعملت في السنتين اللي فاتوا ومحدش عارف عنها حاجه.